نقل ما ينعمي إلى المستشفى بصورة عاجلة، ماذا حصل معها؟ بتعرفي شو رابعة؟ لأنه كل شيء عم يصير سريع، التكنولوجيا عم تتطور بسرعة، السوشيال ميديا كتير عم تتقدم، كنا ما في انترنت، صرنا 3G 4G 5G، فبحس الإنسان الذكي اللي هو عم بيعيش من وراء هيدا. تصدر اسم الفنانة اللبنانية ما ينعمي محركات البحث والترند بعد أن انتشر خبر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بنقلها إلى المستشفى بصورة عاجلة، ما أقلق الجمهور على صحتها. وفي التفاصيل، وبحسب ما أفادت صفحة شربيليتا المهتمة بأخبار النجوم، أنه تم نقل مايا إلى المستشفى لأنه اقترب موعد ولادتها، وسيتم إجراء الولادة بعملية قيصرية بناء على توصيات الطبيب حفاظا على صحتها وصحة ابنتها. وكانت قد أثارت مايا نعمي جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أحيت حفلا غنائيا في بيروت وهي حامل، حيث ظهرت وهي ترقص بطريقة اعتبرها الجمهور بالمبالغ فيها. وتباينت الآراء حول هذا التصرف، إذا انتقد البعض الفنانة اللبنانية ورأوا أن ذلك قد يؤذي الجنين، فيما اعتبر الآخر أن النشاط والحركة لدى الحامل ممكن وفق ما اعتادت عليه، فيما أخذ آخرون الموقف بطرافة. وفي تصريحات لموقع القاهرة 24، علق فريد أبو سعيد نقيب الموسيقيين اللبنانيين على حالة الجدل هذه، وقال مايا نعمي مش من تسبة للنقابة، ولو كانت من تسبة كان حيتوجه لإنذار، ولكن هي مش بالنقابة. المشكلة عنا بلبنان إنه الفنان بيكون مش منتسب، بنأمل إن النقابة تكون زي مصر قادرين ناخد قرار. بزبصة حساسة أمصة بزبصة. وكانت مايا نعمي قد فاجأت متابعيها على إنستغرام مؤخراً بحملها بطفلتها الأولى من زوجها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خطار. وفي سياق منفصل، أثارت مايا الجدل مؤخراً وتعرضت لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامها بممارسة الإيحاءات الجنسية في إعلان لإحدى شركات الطعام التي يمتلكها زوجها.